أنا من الناس اللي دائما تصر على إنه مصر هي الأكثر ثراء على مستوى كل الإنسانية بعقولها، وإصراري نابع من واقع أراه طول الوقت متحققا يوما بعد يوم، إن لم يكن ساعة بعد ساعة. عدد العلماء المصريين، وهنا بكلمك على العقول علماء، لأن هناك عقول أخرى من المبدعين زي الفنانين والشعراء والأدباء إلخ إلخ إلخ، والعلماء المصريين الحقيقة مبهرين طول الوقت، مبهرين. مش بيبهرون احنا بس، هم كمان بيبهروا العالم باللي يقدروا يتوصلوا له. في سبق علمي، وهو بمشاركة مجموعة من الباحثين من جامعة طنطا، عشان برضو خلي بالك في ناس طول الوقت تيجي تقول لك ايه أصل العلماء المصريين، لأن هم بيبقوا موجودين في جامعات بره، فبيبقى في عندهم فرصة أوسع وأكثر رحابة وأكثر تشجيعا وأكثر إثمارا لمسألة أنه الجهد العلمي والجهد البحثي بتاعهم يكون مثمر ويظهر. في الحتة دي أنا متفق ومختلف. يعني إيه؟ يعني آه طبعا في جامعات بره كتير جدا جدا أكبر من الجامعات اللي عندنا، ما نقدرش نقول عكس ذلك. يعني في النهاية أنا الجامعات بتاعتي أصبحت مصنفة بشكل دولي، آه عندي الجامعات بتاعتي مصنفة بشكل دولي، أصبحت بتحتل مراتب جيدة، آه، بس أنا لسه ما دخلتش في أول 100 جامعة مثلا. حلو، فأنا هقدر أقول لك أنه على الأقل عندي 100 جامعة أقوى من الجامعات اللي عندي. هل هذا يمنع أنه الجامعات اللي عندي ما فيهاش علماء؟ لا، فيها، بدليل اللي أنا بقوله لك ده على سبيل المثال، وهذا مثال ممكن يكون من مئات أو آلاف الأمثلة. فريق بحثي من طنطا بيشتغل مع بقية العلماء اللي في اكتشفوا إيه بقى؟ اكتشفوا فرع جاف من نهر النيل بالقرب من الأهرامات. أنا معايا عبر زوم وتحديدا من ولاية نورث كارولاينا ومن جامعة University of North Carolina ويلمنغتون معايا دكتور إيمان غنيم، مدير معمل الفضاء والاستشعار عن بعد وقسم علوم الأرض والمحيطات في الجامعة. شيء الحقيقة في منتهى الإبهار، يعني اسم التخصص في حد ذاته عمل لي خض. أهلا بيك يا دكتور إيمان. يا أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك يا دكتور، عاملة إيه؟ كله تمام؟ أنا الحمد لله كويس. خليني أقول الأول يا بختي إن إحنا بنتكلم مع بعض، ده أولا بجد يعني بأمانة. إيه قصة الاكتشاف اللي حضراتكم اكتشفتوه؟ يعني دكتور إيمان من نورث كارولاينا وفريق بحثي من جامعة طنطا، وصلتوا لإيه وإزاي ومفيد إلى أي مدى؟ أوكي، خليني الأول أتكلم على المجموعة. أولا دوت مجهود لفريق كبير، مش إيمان بس، فريق كبير منهم من المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء، دكتور جاد القاضي والفريق كله اللي معاه هناك من المعهد طبعا. جامعة طنطا مجموعة ممتازة، دكتور عمرو، دكتور محمد صبحي، كلهم جايين من قسم الجيولوجيا، ومعايا كمان ناس من أمريكا، علماء من أمريكا من جامعات مختلفة ومن أستراليا. فدي مجموعة كبيرة اللي قدرت توصل البحث دوت مش مجهود شخصي، ده مجموعة اللي قامت بالعمل دوت. كان سؤال حضرتك على اللي تم، يعني احنا شفنا ايه اللي حصل. ان احنا الكلام دوت كان من سنتين ثلاثة، يعني فترة طويلة واحنا بنعمل الشغل دوت، ده ما جاش من كام شغل مثلا، من كام شهر. اللي حصل ان احنا استخدمنا في الاول صور الأقمار الصناعية، صور الأقمار الصناعية الرادارية، وديت مختلفة عن صور الأقمار الصناعية المرئية، وعن مختلفة كمان عن الصور الجوية. فصور الرادارية اللي احنا بنستخدمها عندها كابابيليتي مهمة جدا جدا في انها بتقدر تخترق سطح الأرض، تخترق الرمال، وتظهر لنا اللي موجود تحت سطح الأرض، تحت الرمال. بالشغل دوت من فترة قدرنا نشوف تريسز كده، يعني آثار لوجود نهر مدفون موجود في قلب السهل الفيضي بتاع النيل. يعني احنا ما بنتكلمش بس في صحراء، لا، في قلب السهل الفيضي، بعيد عن النيل بس في قلب السهل الفيضي بتاع النيل نفسه. لقينا الآثار لوجود النهر دوت. الناس قبل كده، بالمناسبة، الناس اتكلمت قبل كده هوت عليه كتير، علماء كتير جدا جدا مصريين وغير مصريين، وأهمهم كانوا علماءنا القديرين المصريين
قالوا ان في عند ناحيه الهرم في ادله بتقول ان في وجود ان هو نهر كان موجود قرب الهرم في منطقه مثلا سقاره ومنطقه دهشور. في بعض الدراسات الاجنبيه والمصريه اللي قالت نفس الكلام. فدي مناطق كلها صغيره بس متقطعه، بس كلها تعتبر مهمه جدا جدا، اللي خلتنا نبدا نفكر احنا كمان طب ازاي لو النهر دوت موجود؟ اكيد هو نهر متصل مش متقطع في حتت صغيره. نهر كبير عملاق، شكله ايه؟ عمقه قد ايه؟ عرضه قد ايه؟ كانت كلها اسئله. وهل هو فعلا كان فيه فرع ولا ده كان النهر النيل القديم قبل ما يتحرك؟ ضخامته قد ايه؟ طوله قد ايه؟ كل الاسئله ده هي ما كانش ليها اجابه. واتوقع ان التكنولوجيا نفسها اللي موجوده دلوقتي اللي هي من صور الاقمار الصناعيه الراداريه هي اللي خلتنا نقدر نرسم او نشوف المجرى الحقيقي بتاع النهر ده. صور تاني الراداريه قدرت تخترق السطح وتبين لنا اثار لما تحت السطح. النهر دوت كان او الفرع دوت فرع كبير جدا، لقينا عرضه مش اقل من تقريبا نص كيلو، العمق بتاعه مش اقل من 25 متر، يعني عمق كبير جدا، طوله اتليست 64 كيلو متر، واحنا بنتكلم في جزء بس منه اللي هو من منطقه لشت لمنطقه الجيزه، فاحنا ما بنتكلمش على جزء مثلا في الجيزه او عند مناطق تانية زي دهشور سقاره، لا احنا بنتكلم على نهر متصل. النهر دوت احنا سميناه او الفرع دوت احنا سميناه فرع الاهرامات عشان نرجع الاسم يكون اسم مصري. فرع الاهرامات دوت فرع يبعد عن نهر النيل دلوقتي بحوالي من 2 او 3 كيلو لحوالي 10 كيلو. فالنهر دوت او الفرع دوت اللي هو فرع الاهرامات ماشي قريب جدا جدا من مجموعه كبيره من الاهرامات المصريه، بنتكلم على اتليست 31 هرم مصري. كنت دايما على فكره انا مصري زي ما حضرتك عارف، كنت دايما لما اروح اتفرج على الاهرامات كان دايما عندي السؤال دوت، هو ليه احنا عندنا تركز من الاهرامات في المكان دوت في مصر؟ ليه اجدادنا بنوا الاهرامات في المكان ده في قلب الصحراء؟ ده كان اول سؤال ليا وما كانلوش اجابه غير احتمال النيل كان قريب من المكان ده، بس شكل النيل في الوقت ده والفرع القديم دوت كان شكله ايه؟ طوله ايه؟ عرضه ايه؟ عمقه ايه؟ ما كانش دوت موجود عندنا، ودوت اللي ادانا اللي دفعنا ان احنا نبدا في حاجه زي ده هي يعني في بحث زي ده. طيب دكتور ايمان، يعني انا كنت زمان زي ناس كتير جدا من جيلي، يعني كنا لما نيجي نرسم الهرم في حصه الرسم في المدرسه فكنا بنرسم الهرم، مش عارف ليه كنا بنعمل كده بجد، يعني نرسم الهرم وبعدين نرسم جنبه نهر النيل. وجيت من حوالي سنة أو سنة وشوية وكنت في منطقة الأهرامات، أهرامات الجيزة تحديدا البلاتو فوق، وكنت واقف مع أحد موظفي الأثار أو وزارة الأثار والسياحة عندنا في مصر، وكنت بسأله على مسألة إن الأحجار دي جاية منين؟ قال لي دي جاية من الجنوب، من أقصى الجنوب وما إلى ذلك. طب جت إزاي؟ قال لي مفترض إن هنا كان في فرع للنيل، وإنه في هنا زي مينا صغير موجود قريبة جدا من ناحية أبو الهول بالمناسبة لو أنا فاكر كان مظبوط الشرح بتاعه، وانه كانت بتيجي المراكب وبتحط الاحجار بتاعتها هنا وبعد كده هي دي الاحجار اللي تم بنائها. فانا قعدت افكر انه ما بين حصه الرسم بتاعه الثالثه ابتدائي وما بين الشرح وانا عندي حوالي 48 سنه انا ذاك من سنه كده ولا حاجه، فلقيت انه قد يكون هناك منطق ما، يعني ممكن يكونوا مدرسين الرسم هم اللي زرعوه فينا وارد، لكن اصبح في عندي رجل متخصص في الارشاد الاثري والسياحي بيقول لي الكلام ده. جاء الدكتور ايمان مع فريق بحثي بتاكد لنا ايوه هو كان في فرع هنا، صح كده؟ طيب هل ده ممكن يبقى مفيد للاثريين انه يقدروا يثبتوا بيه كيفيه نقل هذه الاحجار المهوله من جنوب من جنوب مصر، مش طبعا مش هسميها جمهوريه مصر يعني كانتش زمان في جمهوريه، من جنوب مصر او جنوب الدوله المصريه انذاك وصولا الى هذا الموقع في اقصى شمال الصعيد اللي هو نقطه الالتحام مع الدلتا ووجه بحري؟ بالظبط. اولا الجزء بتاع الاهرامات او فرع الاهرامات دوت منتهي عند اللي احنا شفناه، يعني او المنطقه البحثيه اللي احنا عملناها كانت من لشت لغايه منطقه الجيزه، فاحنا ما دخلناش في الدلتا نفسها بتاعت النيل. بس زي ما حضرتك بتقول سليم،
كلنا يعني ما اتولدت انا واتربيت في مصر على نفس المبدأ، على نفس النهج، ان اكيد قدماء المصريين اجدادنا استخدموا فرع مائي او مجرى مائي علشان يقدروا ينقلوا الصخور الضخمه دهيت وينقلوها لمكان بنى الاهرامات. تمام. كانت في بعض النظريات كمان بتقول احتمال، طيب طالما احنا مش لاقيين النهر دوت او الفرع دوت، احتمال المصريين قدماء عملوا قنوات من النيل نفسها عشان توصل للهضبه الغربيه اللي هي الصحراء الغربيه، عشان توصل ال الستونز او الصخور الكبيره دهيات بتاعه البناء وادوات البناء والاكل والعمال، عشان ده مشروع كبير، مشروع قومي كبير، عشان تبني هرم واحد كانوا بيقعدوا سنين طويله عشان يبنوه. فاكيد كان في قنوات، وما ده كان بيتقال في معظم الابحاث المنشوره مش كلها طبعا، كانت بتقول القنوات ديت كانت موجوده حفرها المصريين عشان يقدروا يستخدموا المجاري المائيه دهيات اللي هي القنوات عشان يوصلوا مواد البناء للاهرامات. لما تفكر فيها، لما بنتكلم على الفرع او لما تتكلم على النيل نفسه، تاني النيل يبعد عن الاهرامات كذا كيلو متر. فليه اجدادنا، لما نقعد نفكر في ليه اجدادنا اختاروا الموقع ده بالذات عشان يبنوا فيه سلاسل الاهرام الكبيره دي، بنتكلم تاني على 31 هرم، وقعدوا يحفروا كل القصه دي. يعني ما في، يعني المنطق نفسه كان بالنسبه لي مقلق، كنت حاسه ان لا، والفريق بتاعي كنا حاسين ان لا، في حاجه ميسنج، ذير از سمثينج ميسنج، احنا اللغز فيه حاجه ناقصه فيه. فلما لقينا التريسز بتاعت النهر دوت واترسم وقدرنا نطلعه باستخدام بالمناسبه الصور تاني الاقمار الصناعيه مع كمان بيانات التربه والجيوفيزيكس اللي هي المسح الجيوفيزيائي، وتاكدنا من وجود النهر ده بعمقه الكبير دوت، بدانا نقول اكشولي القصه دلوقتي مختلفه. لا، ده نهر، ده فرع كبير، فرع عميق يقدر يتحمل البوتس او اللي هي المراكب المراكب اللي تقدر تشيل، بالظبط كده هو اللي تقدر تشيل الاحجام الكبيره من الصخور، منها مثلا الجرانيت اللي جاي لنا من الجنوب زي أسوان. اسوان، واللي يقدر يشيل كميه العمال ديت، واللي يقدر يشيل الاكل بتاعهم اللي بيروح كل يوم، واللي يقدر يشيل التولز. فنقصد ده كان مشروع قومي كبير، كان محتاج لطريق زي الهاي واي، زي عندنا بالظبط كده هو الطرق السريعه، بس هو استخدم طريق مائي لحاجه زي دي علشان يقدر يفلوت المراكب، تقدر تمشي مع مسار النيل من الجنوب للشمال لغايه ما توصل للمواقع اللي فيها المشاريع الضخمه دي بتاعه الاهرامات عشان الاهرامات تتبنى. فدي كانت مهمه بصراحه، كانت سربرايز لينا، حجم كانت مفاجاه لينا الحجم الكبير بتاع الفرع دوت. احنا بنتكلم مش على فرع صغير، مش على قناه محفوره، لا، احنا بنتكلم على فرع كبير. الفرع ده بالمناسبه موجود تحت الأراضي الزراعية زي ما قلت، مش كله في الصحراء، وجاي منه فروع نازلة من الصحراء الغربية بتفيد كانت أو بتدي أو بتغذي كمان النهر ده. الحلو في النقطة ده هي اللي برضو دي شفناها، وكان يعني كان فيه كذا علامة استفهام على الأقل مني أنا شخصيا، كذا علامة استفهام ليها. هو الهرم لما حضرتك تشوفه، الهرم ما هوش هرم بس، بيبقى كومبلكس، يعني كانه مشروع صغنن كده، مجمع. كانه انا مش عارفه كومبلكس، يعني الهرم نفسه البونا ستراكشر نفسه بتاعه، الهيئه بتاعت الهرم، نازل من الهرم دوت طريق زي رصيف، والرصيف دوت واصل، يعني رصيف كانه ممر وواصل لتمبل كنا بنقول اللي هو اسمه معمل. فالي تمبل، يعني الاثريين يعرفوا ده الفالي تمبل دوت، يعني كانه معبد اسمه معبد الوادي. الفالي تمبل ده او المعابد الاوديه ديت اللي متصله بالاهرامات عن طريق كوزويز او طرق موصله بين المعابد ديت وكأنها والهرم، طرق خدمة. اكتشفنا بالظبط كده. بس المعابد دي كلها معابد كانت بيعتبرها المصري القديم بورتس، يعني او هاربرز، يعني كانها مواني نهريه. لما تشوف حضرتك بعض هذه المواني النهريه اللي لسه موجوده، يعني في بعضها اندثر وبقى تحت الركام او اتهد، او وفي بعضها لسه موجود، اثاره لسه موجوده. اثار التمبلز ديت او الاوديه دهيت اللي هي كانت هاربرز او مواني، بتلاقيها حضرتك في الصحراء،
بعيدة عن وادي النيل نفسه، مش نهر النيل، وادي النيل موجودة في الصحراء، في عمق الصحراء. طب يعني طب ازاي؟ لو انت عندك مينا في قلب الصحراء، مينز او معناها ان كان في نهر او فرع او مجرى مائي كان معدي جنب المويني دهيت، المويني النهريه دهيت، كانت عباره عن خلجان، الخلجان دي تقدر تقف فيها المراكب اللي جايبه كل العمال وادوات البناء والصخور والاكل والشرب، جايبه الكلام ده كله، وكانت بتقف في المواني دي. لو رجعنا كده اهوت وحاولنا نيماجن اللي كان، نفتكر ايه اللي كان بيحصل، او يعني نتخيل ايه اللي كان بيحصل زمان، كانت مراسي بتقف فيها المراكب عشان تنقل كل الحاجات ده هي للاماكن دي. وبالتالي كان في ده كان مجمعات كائن عملاقة سكاني هناك. بالظبط كده هو. فده انا بعتبر ان الاهرامات ديت اللي كانت المصري القديم كان بياخد فيها سنين طويله عشان يبنيها، ما هياش سنه حتى ولا سنتين، اكتر من كده. دي كانت مشاريع قوميه لمصر، زي مشروع قناه السويس طيب القديم وبعد ده توسيعه يا كمان دكتور دلوقتي. إيمان يخليني أقدر أفكر بصوت عالي ما في إطار الكثير من الأحاديث اللي أصبحت دائرة الآن ومهتم بها الأثريين وأيضا بعض العلماء، إنه الهرم لم يبنى لكي يكون مجرد مقبرة، كان هناك هدف ما من وجود هذا الهرم. حضرتك وصفت فيه مشاريع قومية كانت بتتعمل، ما هو مش معقول أعمل كل ده لمجرد ان انا ابني هذا الشكل على قاعده مربعه بشكل هرمي علشان خاطر هدفن فيها الملك خوفو ونروح. انا مش بتاعت انا فاهم. ايجيبشن ايكيولوجي، انا مش اثريه، فممكن الاثري ممكن يرد على يجاوبوا على ده. الاستفسار ده بالظبط كده هو. بس كل اللي انا اقدر اقوله، وده برضو جاي نابع من احساسي كواحده مصريه، انا متخيله لما برجع 4000 سنه ونص وابص للهرم دوت، الهرم ده مشروع قومي قام بيه عدد كبير جدا من المصريين علشان يخدموا دولتهم في الوقت دوت. كانت أسرح كبيرة، قعدوا سنين حطوا مش بس فيزيكلي يعني مش جهد شغلهم فيه، حطوا صبت، حطوا قلبهم فيه، حطوا صحيح. قلبهم في حاجة زي ده. ده مشروع قومي أو مشاريع قومية، كل هرم مشروع قومي قرب المصريين وقلوبهم من بعض عشان يخلصوا المشاريع القومية صحيح دهيت صحيح. تحت رئاسة ملكهم بالظبط كده هو. احنا شايفين ان دوت اكتشاف مش بس كمان هيوصلنا لان احنا نعرف، وهو طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ازاي المصري بنى الاهرامات في الوقت القديم دوت باستخدام المجرى القديم ده، بس صحيح. احتمال كمان في الفيوتشر لما نقعد في المستقبل لما نقعد نفكر فيها، الريفر ده او الفرع القديم ده اندثر. ده معناه لو احنا رجعنا تاني الاف السنين لورا، افتكر عندنا فرع قديم، اكيد الفرع القديم دوت كان حواليه مراكز عمرانية طبعا. كبيرة قديمة، المراكز ده هي اندثرت مع الزمن واختفى النهر وكل حاجة بقت دلوقتي تحت الأرض. فدوت احنا لو عرفنا المجرى فين، وده اللي عرفناه، اللي هو مختفي دلوقتي، مختفي تحت الأراضي الزراعية، ده معناه انه هيوصلنا بطريق غير مباشر لاكتشافات أكتر، اكتشافات أثرية صح. لأماكن سيتلمنتس أو أماكن مدن يعني مدن ومدن بالظبط وقرى وقرى وبالظبط كده هو ومعابد إلى آخره. طيب بالظبط آخر كده حاجة هو دكتور إيمان أسأل بالظبط. عليها تبدو اتفضل. أنها خارج السياق لكن أنا أراها في قلب السياق. دكتور إيمان، وحضرتك سافرتي أمريكا إمتى واتعلمتي فين هنا في مصر؟ أنا اتعلمت في جامعة مصرية، في جامعة طنطا، أنا بنت جامعة طنطا، طلعت من مصر وتتلمذت، أولا تتلمذت على إيدين مصريين، علماء مصريين، اللي انا فيه ده بسبب فضلهم عليا، وانا برد دلوقتي جزء صغير جدا جدا من الجميل الوطني والحبيب مصر. الحاجه الثانيه، انا لما طلعت من مصر خدت الدكتوراه بتاعتي من انجلترا، اللي تبناني بعد كده هو بعد ما خلصت الدكتوراه على طول كان دكتور فاروق الباز مصري، هو ابي الله. اللي روحي واستاذي. دي كانت ثاني حاجه. ثالث حاجه، بعد ما خلصت دراستي والدكتوراه بتاعتي قررت من جوايا، انا هقعد في امريكا بس كل ابحاثي هتبقى على الوطن العربي وخصوصا مصر بلدي، فانا قاعده هنا في مكتبي في امريكا بس كل ابحاثي وقلبي وعقلي كله في منطقه الشرق الاوسط وطبعا مصر، فكل ابحاثي جايه على مصر وتتلمذت على ايدين مصريين
وانا فخوره بحاجه زي دهيت. ولما سميت لما سمينا الفرع ده سميناه الاهرامات عشان نرجعه لمصر تاني، اسمه يكون اسم عربي مصري. والله يا دكتور اللي حضرتك قلتيه دلوقتي ده، ولكل هذه الأسباب وبهذه الجمل، هو اللي خلاني قلت لحضرتك في بداية لقائنا أنا متشرف جدا بإن احنا بنتكلم، والله بتكلم بأمانة يعني. شرف ليا، فلا ده أنا اتشرف شرف جدا ليا، يعني، لا متشكرة. يعني أنا هاجي إيه جنب عالمة ميرسي يا عظيمة بجد يعني. فأنا أشكرك وربنا يوفقك، وأتمنى إن أنا في يوم من الأيام أقدر إن أنا أجي على نورث كارولاينا بس حتى أصافحك، وأشكرك جدا يعني إنك بتدي لي هذه الفرصة. كل الشكر ليك يا دكتور شكرا إيمان، شرف كل لي. الشكر لحضرتك، عالمة مصرية عظيمة، واحدة من عالمات مصر، واحدة من سيدات مصر اللي لازم تفتخر بيهم إلى أبعد الحدود، أبعد الحدود. تاني، مصرية، هي في حرف الت اللي في الاخر ده، انا مش من انصار كلمه تاء التانيث يعني بالمناسبه، لكن انا فخور جدا ان احنا يبقى فيه، او بالادق مش بس فخور، انا بحب اكد على قدره الست المصريه للوصول الى اعلى المراكز العلميه مش بس السياسه. احنا بنتكلم عن دكتور ايمان غنيم، مدير معمل الفضاء والاستشعار عن بعد في قسم علوم الارض والمحيطات في جامعه University of North Carolina ويلمنجتون الولايات المتحده الامريكيه. ليا عظيم الشرف. طيب